السلام عليكم شيخ امير. بعد اكو مساله جاي يعني تاذى هواي من عندها بخصوص سجاد. السجاده هذه السجاده قدامكم بها صوره مكه المكرمه، وهاي مشكله احنا نخليها قدام. هذه صوره مكه المكرمه زين، فهذه جاي العالم بالامام علي والائمه البقيه والمساجد، جاي العالم تهور على السجاده. يعني جاي صحيح هي صوره، بس هذه الصوره هسه اليوم يسالني هاي شنو؟ اقول له مكه المكرمه بيت الله. زين هذا علي يجوز ان نصلي عليها، واكو ناس جاي يبوس باماكن يعبر على السجاده يبوس، وهاي صوره مكه المكرمه وهاي مشكله. انا قررت ما اصلي، صار عندي شك يعني اليوم شيء عارف كيف اصلي على السجاده بهذه الصوره مكه المكرمه، حتى لو كانت مندوده انا راح اوقف وقوف. هذا الوقوف تكون الكعبه هذا الصوره شخص الله تحت اقدامي. فهذا اللي جاي يشتغل هذا الشيء يعني شكله هاي محيره، هل يجوز الصلاه عليها؟ انا ما اقتنع يعني بيت الله وجاي يجوز عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. فيا ريت يعني الشيخ امير يوضح لنا صح. هسه تقول هاي الصوره ما تمثل الكعبه، بس الناس اليوم يبنون يسالون هذه شنو؟ اقول لها مكه المكرمه. زين شلون ندوس عليها بهذا الشكل؟ المجتمع اليوم شلون جاي بالمساجد يقضي على السجاد يبوس؟ لكم جزيل الشكر ولكم التحيه، جزاكم الله خير. حيدر الكعبه النجف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، أهلا ومرحبا بك جناب الأخ الكريم، شرفت بك. طبعا ما تفضلت به هو الظاهر مسألة عرفية، يعني العرف يرى أن رسم بيت الله تحت أقدام المصلي إهانة. تحت أقدام المصلي أقصد يعني بطريقة مباشرة تحت الأقدام، يعني لا مسافة إلى الأمام مثل اللي عندك. أتكلم بطريقة مباشرة، يعني القدم تقف على صورة الكعبة. العرف يرى هذه إهانة وحرام لا يجوز، لكن العرف يرى أن تكون الكعبة تحت وجه المصلي فلا يقف عليها المصلي بأقدامه، وبسجوده تكون مع موازاة وجهه أو قبال وجهه، فيقول العرف إن السجود هنا على الكعبة لا شيء فيه، يعني لا حرمة فيه. أنا أتذكر هذه المصليات اللي من يحطونها مثلا في الحرم الطاهر لأمير المؤمنين أو بقية المراقد أو في المساجد. أنا أتذكر العرف حينما يمر إذا أراد أن يضع قدمه ووجد صورة صغيرة للكعبة أو صورة صغيرة لمراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فورا ما يحط رجله، يسحبها، وحتى لو صارت بالخطأ يستغفر. يعني العرف ماشي بطريق مع هذا النموذج، أن الكعبة تكون عند موضع السجود في المصلاية لا إهانة فيها، ولكن إذا كانت تحت الأقدام مباشرة فهذا حرام. فاللي تفضلت بي يعني هذا يعتبر وجهة نظر خاصة بك، فأنت إذا كنت تشوف هذا الشيء إهانة فلا تسجد عليه ولا تدخل هذه المصليات. لكن المسألة مسألة عرفية عامة، يعني لا ترى هنالك ضجة كبيرة تقول إننا نسحق على الكعبة. يقول لك لا، هي ما صايرة على الرجلين، هي صايرة يم
موضع سجود الرأس، وبنفس بنفس يعني بنفس القضية، أننا إذا كنا نسير بالمسجد أو بالحرم لا نسحق على الكعبة، لا نسير على موضع وقوف أقدام المصلي، يعني يكون هذا طريقنا. لكن بطريقة كلية، يعني الأفضل كما تفضلت أن لا توضع مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو بيت الله أو بيت الله في المصليات. لماذا؟ حتى لا يكون هنالك هتك لمراقد المعصومين أو لبيت الله. يعني كما تفضلت، هو من الأفضل إنه أصحاب الإنتاج، أصحاب إنتاج المصليات، أن يبتعدوا عن هذا الشيء. لا حرمة، يعني حرمة قطعية، لا لا، مسألة تفضيلية، إنه حتى لا نقع في حرج. يعني تدري بعض الناس يقول لك لا أنا انطيني هذه المصلاية، أنا ما أدوس على الكعبة، أنا حطها بيتي ما أدوس، بس أنا يعجبني من أسجد تكون الكعبة تحت وجهي مثلا. هنا راح تصير المسألة شلون عرفية ذوقية، ناس تراها هتك ناس لا تراها هتك. لكن عموما شيء جيد إذا كانت هذه الأشياء ما موجودة، حتى العرف مثل جنابك الكريم لا يلتفت إلى هذه النقطة ويقول هنا هتك. الأفضل تكون مجرد مصليات. حياك الله وبياك أخانا الكريم، شرفنا بك كل الشرف.